تتكامل الأقسام في شركة مرابع العراق الخضراء فيما بينها، وقسم المخازن فيها يجسد ذلك بارتباط مهامه الوثيق مع معظم أقسام الشركة. المخازن هي من الأقسام المهمة في شركة المرابع. الخزن هنا في المخازن كله ضمن ضوابط السلامة، لأن احنا نعمل على نظام الايزو، فكل شروط السلامة متوفرة في خزن المواد الكيميائية. أما خزن الأدوات الاحتياطية موجودة رفوف خاصة، يعني قسمناها إلى معدات ثقيلة ومعدات خفيفة، وقسمناها أيضا حسب الحاجة وحسب النوعية وحسب الأصناف، فكلها مخزنة بتخزين مضبوط بضمن قياسات. فكل المواد الاحتياطية متوفرة لإنجاح عملية صيانة هذه السيارات وديمومة عملها، من ناحية التايرات، من ناحية الباتريات والأدوات الاحتياطية الأخرى. الكيمياوي مواد كيميائية كثيرة يتم تجهيزها إلى الآبار وإلى الشركات الأجنبية العاملة في العراق. شركة مرابع العراق الخضراء شركة خدمات لوجستية، الأمر الذي يقتضي توفير المواد وخزنها بجودة عالية مع مراعاة أعلى معايير السلامة المهنية. حالياً بدينا نعمل على نظام الـ ERP، هو هذا سيستم حديث، معظم الشركات العالمية تعمل على هذا النظام، فشركتنا كانت سباقة في توفير هذا النظام إلى الشركة، فنحاول جاهدين وساعين أن ندخل كل ما موجود في هذه الشركة وفي المخازن على نظام الـ ERP. لذلك كل ما يدخل إلى المخازن وكل ما يخرج من المخازن موجود ضمن هذا السيستم، لتكون سيطرة متكاملة عليه ونضاهي بها بقية الشركات الأخرى. الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة مرابع العراق الخضراء لإنجاح أعمالها تتجلى بمناح عدة، ابتداء من تأمين المواد مرورا بخزنها المتقن، انتهاء بتوفير كل مستلزمات العملاء.